والذين حسبوه تيخاف الله. هذا الكم والكيف من اللي كيتجمعوا هذا هو اللي تكلم عليه الإمام محمد رحمه الله وقال لك بيننا وبينهم الجنائز. فنسأل الله عز وجل أن يجعل صيته رفعة للسنة كما كان ينافع عن السنة في حياته، نسأل الله عز وجل أن يجعل وفاته ترفع بها السنة في هذا البلد وفي سائر بلدان الدنيا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إخوة الصحفيين اللي تحركوا وجاو بعد شي حضروا لهذه المسألة هذه إلى آخره، راه عليهم مسؤولية. الشيخ رحمه الله راه من اللي كان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، راه المنابر الإعلامية أيضا كان يوصيها بأن تقوم بالحق وما تبقاش متبعة الخوى الخاوي، راه شوف الحق يدوم وترفع جولته ترفع وتكون له صولة حتى ولو اضطر للصبر في البداية الأولى. فالله يجزيكم بخير والله يتقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم وحفظكم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله أن يزل له المثوبة. تركنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. الشيخ بما نكافئه هو علمنا ديننا وعلمنا أمور السنة وعلمنا أمور القرآن وعلمنا المسائل ديال التدين ديالنا كيفاش يكون سليم وكيفاش نبنيو بلادنا مزيان، بما تكافئه هذا ستعطيه كاع حتى تكافئه. فنحن ندعو له فنقول له جزاك الله عنا خيرا يا أبا عبد الرحمن. ثم الله يجزيكم بخير في السجود تفكروا سيادنا، تفكروا سيادنا ودعوا معه. راهنا باقى الحميه والسخونيه والنشاط، لانهم كل شيء كيدعي، وفي المغرب غيدعي وفي العشاء غيدعي، ولكن غدا الوتيره غدا تنقص غدا وتنقص بعد غدا. دابا نيت في هذا المجلس اللي هنايا شحال من واحد باقي كيتفكر الشيخ زحل رحمه الله ويدعو له، فهمنا؟ انا غير عطيت مثال، والا راه الاعلام الذين توفاهم الله راه كثر، فالله يغفر ليه ويرحمه ويتجاوز عليه والله يصبر عائلته. راه النوع اللي ماشي الا مشى راه كيكون بالسهل، راه كتكون بلاصه كبيره، لكن نسأل الله عز وجل أن يجبر كسر قلوبنا في فقد شيخنا أبي عبد الرحمن أبي النعيم. نسأل الله عز وجل يغفر